واحدة بعتت لي انا عايز اقابلك بس تنزل بالباروكة بس، قلت لها يعني ما نزلتش معاها الصراحة، ما نزلتش معاها. نسر السين كنا قاعدين عادي جدا في الصيف، ايه يا جماعه هنعمل ايه البروجكت الجاي بتاعنا؟ الفكره اتولدت مع انا وكريم مرتضى الدايركتور واحمد هاني هانز، طلعنا كده باوتلاين لذيذ للموضوع اللي هو احنا ممكن نعمل كده، وكانت في الاول ممكن نعمل اغنيه بس، بعد كده ابتدى لا هنكبر، ممكن نعمل سيريز صغيره بس، مكالمات بقى قالوا ايوه عمده، قالوا ايوه الفي، الشباب كلها الاخوه كلهم، الموضوع ما كملش الا بيهم يعني. فالفكره كلها وصلت للحلاوه بتاعتها كده بعد ما كله بقى في الصوره اكيد يعني. يعني هو الموضوع طبعا اخد اولموست سنه ونص عشان تو سي النور يعني. ذا بروجكت از ا باشن بروجكت وكلنا بنحبه وكلنا عاجبنا وكلنا انفستنج وقت وافورت وحب فيه مش طبيعي، فحطيناه واحنا يعني اللي هو نايمين كده. في ناس مش عارفه ان هو ارتجال ودي حاجه لذيذه يعني، انا مبسوط ان في ناس ما خدتش بالها بالموضوع ده، ده معناه ان احنا كنا ماشيين كويس. في كده بوند مع كل واحد اشتغلت معاه في السرب، بس احلى حاجه طبعا ان احنا بنطير مع بعض يعني. في كاركتر كان هيلعب دور تيمو، ده ولد صغنون كده لذيذ. كان هيبقى الموضوع برده مضحك جدا وكان يعني هيبقى جميل بس ما جاش، فاوت اوف بقى لا يا جماعه الشغل لازم يكمل ولازم نخلص، والباروكه كانت موجوده فور سام ريزن برده، بس قمت داخل وقلت لهم يلا بينا يعني. واحد بعت لي انا كنت في حته وحشه جدا في حياتي، مجرد ان انا شفت ابسود 3 دي حسيت ان انا في انرجي حلوه كده، قلت له بس هو احنا جود فايبز يا باشا وخليك مستمر على ده، وكلمت معاه شويه كده بس يعني حسيت ان انا اتاثرت، لان هو فعلا في ناس بتتفرج على حاجه وممكن تغير مودها من حته لحته خالص. فانز اللي بيعملوا الميمز دول مش طبيعيين والله، انا ببقى نفسي اللي هو يا جماعه انتوا بروديوسرز معانا والله، انا هجيبكم لو ان شاء الله كده بروجكتس كبيره جايه، انتوا ديفينتلي بروديوسرز. في واحد عاملينه ان انا بسلم على الهارد بس ورا ارنولد، فانا اللي هو ده. احلى لحظه في 22 اي وود سي. طبعا احنا جالنا كلام من ناس كبيره جدا في الماركت على نسر السين، سبب من الاسباب اللي هو الموضوع كمان نجح از الرياكشنز بتاعت الرابرز والناس في they understood the joke، يعني اللي هو لما حد بالذات في الكوميدي يعلق على حاجه كده بيبقى بالنسبه لي اللي هو لا يا جماعه انا اشعرت يعني، اللي هو يعني اتس اميزنج يعني الصراحه اميزنج.